قدام الأرض العتية ورحابة المدى، أنا بعلن لك حبي، بين بيدرنا المحروقة وضيعنا الما فيها حدا، أنا بعلن لك حبي، بحلف لك بالجوع بالزعتر والقصعين، بفقر الناس ودمع المحرومين، بكل اللي عم بيموتوا مجهولين مجهولين مجهولين، بحلف لك بالجوع بالزعتر والقصعين، بفقر الناس ودمع المحرومين، بكل اللي عم بيموتوا مجهولين، حبيتك حبيتك حبيتك. الطرب حالة فرح، نوصل لمرات بالكلمة، بنغمة، بصوت أو بحركة على المسرح. المسرح الغنائي بحلقة الليلة من طرب. ضيفنا الليلة صوت وإحساس وصدق والتزام، بالمسرح الغنائي علامة فارقة ومشوار من التميز والرقي الفني، المطرب غسان صليبة. شعرك داري يرضى عليكي لا تنسين، يا حلو شعرك داري يرضى عليكي لا تنسين، غار عليكي من الناس مات حتى ما تتغلغل فيه، غار عليكي من النسمات من الهمسات من البسمات، عخدودك شفت الوردات شعرك كرمالي لبتي، غار عليكي من النسمات من الهمسات من البسمات، عخدودك شفت الوردات شعرك كرمالي، غار عليكي بالناس مات حتى ما تتغلغل
يلي شعرك شلالات يحكي للهوى حكايات قلبي زاد الغوار شفتي قلبي ومرحمتي يلي شعرك شلالات يحكي للهوى حكايات وقلبي زاد الغوار شفتي قلبي ومرحمتي حتى ما تتغلغل فيه يا حلوي شعرك تاني يرضى عليكي لا تنسيه يا حلوي شعرك تاني يرضى عليكي لا تنسيه غار عليكي الناس مات حتى ما تتغلغل غلغل فيه آه أهلا وسهلا بغسان صليبة بطرب. غسان صليبة الفنان الراقي الرومانسي سيف البحر كمان والرجولة كلها العناصر هيدي مجتمعة وهي إذا بدك شكلت شخصيتك أو أنت أبرزت هالمواصفات هيدي عبر تاريخك الفني كله سوا اللي ابتداء يمكن باستوديو الفن بعدين بالنجاحات والنجومية اللي حققتها أنت بشكل منفرد وبعدين باشتراكك بأعمال ضخمة مسرحية مع الرحابني وتحديدا مع الكبير منصور الرحباني رح نفوت بكل هالتفاصيل هودي بس بالبداية بدي هيك اسأل غسان صليبة بس يفكر بهالمشوار اللي عاشه وأنت عايشت الكبار خبرني شوي عن إحساسك لهالمرحله بهالمشوار هيدا بالبدايه انا سعيد اني اكون معك ببرنامجك الراقي اللي بيشبهك مروان صراحه اسلام والفن احيانا ما بعرف كيف بيسرقك من حياتك بياخدك لعنده ما بتعرف كيف وشو الاسباب انا ما بعرف ليش رحت على المسرح لا بالمدرسه عملنا مسرح انا كنت بالمدرسه مدرسة المعارف الدولي يعني بس شوي شوي بس طلعت بستوديو الفن وتعرفت على هالكبار بلجنة الحكم وعرفت شوي عن حياتهم هن كيف صاروا كبار يعني وشو مهنتهم وكيف وصلوا لهون وصرت اوعى على المسرح الرحباني من خلال اغاني فيروز ووديع الصافي وصباح وهالكبار وبعدين بتكتشف بالمدرسة من خلال الأساتذة تبعك يعني بساعة الموسيقى أو ساعة الغناء إنه أنت صوتك حلو سمعنا أول شيء ما بتكون تعرف إنك أنت صوتك كمان حتى الاكتشاف صار بالمدرسة حتى بالنسبة لصوتك بعد بتصير بين الأصحاب إنه في استوديو الفن ليش يا غسان ما بتروح أصحابي على استوديو الفن صوتك حلو أنا ما بكون بهالوارد أبدا أنا من نوع كنت خجول كتير يعني حتى بالبيت يعني كنت غني لوحدي وهيك يصيروا يسرقوا السماء حتى يسمعوني وهيك بتصير الأمور تجي ما بتعرف كيف ما بتخطط لها لأنه بتكون بعدك صغير مش واعي يعني على كل هالأمور حتى تخطط ما بتكون بتخطط يعني بتحس غسان أنه وكأنه الأمور مقدرة تصير بهالشكل ولا بتحس أنه بلحظة من اللحظات كان فيها تكون غير هيك ممكن اللي عم تقوله وممكن كانت تاخذ غير منحة لأنه أنا عملت إلكتروميكانيك أنا درست الكهرباء ونجحت بهيدي المهنة وقبل ما أكون بالسيديو الفن وأثناء الدراسة كان في أصحابي كمان عم يقولوا لي في سيديو الفن تعال نروح سوا معك وأنت تقدم لسيديو الفن وأنا قدمت وما انتبهوا لي اللجنة أول شيء لأنه كنا شي 200 واحد قاعدين بالصف بتلفزيون لبنان وعم نغني كل واحد يغني مقطع مرات تكونوا ملهيين اللجنة مع بعض عم يحكوا ونغني نحن لأنه كنا ما بنعرف إنه كيف لازم ينتبهوا لنا مرق جمعتين وما حدا تلفن لي إمتى أنا تلفنت للتلفزيون لسيمو أسمر الله يرحمه قلت له أستاذ سيمو هيك صار معي وما حدا تلفن لي وشو كنا نتلفن من الضيعة على المانيفال يعني ما كانش في سيلولير ولا شيء كمان بيقول لي طيب غسان تعال عندي بكرة على المكتب على تيلي ليمون وسمعني
رحت لعنده غنات قدامه قال لي بكرة بتيجي تعمل بروفا هو هيك. وبعدين بخبرك بس بدي غني للأستاذ زكي نصيف خبرك أكيد. شو قصي مع زكي نصيف رح نحكي كتير وفي محطات كتيرة ودايما بيسرقنا الوقت بالحديث اللي هو جميل معك وخاص أيوه. بس كمان بدنا نسمع أشياء منك في أغنية عنيدة وأغنية عنيدة يبدو إلى قصة كمان هل عدا عن جمالة في شيء بالعناد هل هو عناد عندك ولا كان عند الملحن الله يرحمه ملحن بركات عنيدة حبيتها شيء جديد عنيدة إنه فيها جديد الغنية أسألي يا خي هذه كلمات توفيق بركات وأنا زعلان مع توفيق بركات ما بحكي معه مع إنه أكترية أعماله كانت مع بس توفيق تعرف اثنيناتهم هل يعني هالفترة اثنيناتهم تعرف عنيدين وعندهم هيدي ال قلت له ولا يهمك خي ترك الموضوع علي أنا حكيت مع توفيق بركات وقلت له أنا بدي الغنية وخليت تكون هيك بكورة بركي صداقة وعودة للي بتحبه كتير للملحن بركات وعملت صلحة بيناتهم وأخذنا الغنية عنيدي وغيرها من الأغنية وبقيت لها اللحظة وبقيت بدنا نسمع غسان كيس عنيدي شو الدواء يا سيدي يا سيدي عنيدي شو الدواء يا سيدي يا سيدي دق المي وبعد مي قرب شنجي ايدا شوي دق المي وبعد مي قرب شنجل ايدا شوي ايدا بتهرب من ايدي من ايدي من ايدي شو الدواء يا سيدي يا سيدي شو الدواء يا سيدي يا سيدي بتقلي أنا هاي كبريت اللي عنادك ما بفيد بتقلي أنا هاي كبريت إلا بعد الحب جديد غني غير القصيدة إلا بعد الحب جديد غني غير القصيدة عنيدي يا سيدي عنيدي عنيدي يا سيدي يا سيدي دق المي وبعد مي قرب شنجل ايدا شوي دق المي وبعد مي قرب شنجل ايدا شوي بتهرب من من ايدي من ايدي شو الدواء يا سيدي يا سيدي شو الدواء يا سيدي يا سيدي عنيدي عنيدي شو الدواء يا سيدي يا سيدي عنيدي عنيدي شو الدواء يا سيدي يا سيدي دق المي وبعد مي قرب شنجل ايدا شوي دق المي بعد مي قرب شنجل ايدا شوي ايدا بتهرب من ايدي من ايدي من ايدي شو الدواء
غسان. الله الله هالصوت الحلو هالأغاني الحلوة كمان. منتابع هالحلقة الحلوة بعد الفاصل. منتابع حلقة الليلة من طرب مع ضيفنا المطرب غسان صليبة. غسان بدنا نحكي عن المسرح بهالقسم، بس قبل بدنا نسمع أغنية، هي إذا بدك أغنية مسرحية وشاعرية بامتياز، وهي من أشهر الأغاني تقريبا اللي تقدمت من مجموعة كبيرة بمسرحية صيف 840 للأستاذ منصور الرحباني. بالبداية بدنا نسمع غريبين وليل. غريبين وليل بساحة اجتمعوا، صيف وحرب وليل صدفي واجتمعوا. لا سألها من وين ولم نتلاقى، يمكن حكيوا العين نايل وبالسر توجعوا. غريبين وليل راحوا ما تودعوا، ومش وقتك يا هوى ولا ايامك ايام. يا عينين الغراب اتركيني بسلام. مش وقتك يا هوى ولا ايامك ايام. يا عينين الغراب اتركيني بسلام. مش وقتك يا هوى، يا لفتات الهوى اللي ما إلها دوا. أنا والله حرام، أنا والله حرام. غريب صيف من لفت تغيروا، ونجماتك يا صيف سني ما زهروا. ما حدا عالطرقات غير عسكر وخيالات، صور من المسافات عغفلي بيحضروا. غريبين صيف بالخطر يسهروا، ومش وقتك يا هوى ولا ايامك ايام. يا عينين الغراب اتركيني بسلام. مش وقتك يا هوى ولا ايامك ايام. يا عينين الغراب اتركيني بسلام. مش وقتك يا هوى، يا لفتات الهوى اللي ما إلها دوا. انا والله حرام، انا والله حرام. مش وقتك يا هوى ولا ايامك ايام. يا عيني الغراب اتركيني بسلام. مش وقتك يا هوى يا هوى ولا ايامك ايام. يا عيني الغراب اتركيني
وقتك يا هوى، يا لفتات الهوى اللي ما إلها دوا. أنا والله حرام، أنا والله حرام، أنا والله حرام، أنا والله حرام. الله الله. غسان، بدي فوت معك شوي بموضوع المسرح. تكون صريحين، في كتير فنانين وكبار، وتحديدا لانه بس نحكي عن المسرح الغنائي بدنا نحكي عن الرحابنه اكيد اجباري، حققوا نجاح كبير، كان عندهم مشكله بعدين يقدروا ينجحوا برات الرحابنه. انت عملت العكس، انت نجحت وحققت نجوميه كبيره لوحدك باغاني بعد عيش لهاللحظه، بس مثل ما قلت قبل الرحابنه طبيعي ضل عندك، عم بتقلي انه ما كنت حتى محضر حالك للمسرح رغم النجوميه الكبيره، ليش ضل عندك هالحاجه لتكمل زيتك بالمسرح؟ شو اللي ناقص هونيك؟ شو اللي تكمل بالمسرح فنيا وانسانيا من جوا؟ عندك حق، سؤال كتير مهم. تعرف انا ليش رحت على المسرح؟ يمكن تعرف تأثير المسرح الرحباني بشكل عام، المسرح الرحباني بشكل خاص على حياتنا، وكونه كون الموضوع يلي تناولها مواضيع إنسانية ووطنية، حتى أغنياتهم مست أحاسيسنا من جوا. نحن كبشر كيف منحس بالوطن، بالعائلة، كل شيء، بالآخر، بالقيم الإنسانية، بالثورة، بالصراع، بكل شيء، كل شيء، كل شيء تناولوه بهذا المسرح. صحيح. يمكن أنا كإنسان بدي لاقي حالي بمطرح، يعني أفكاري أنا وطموحي وأحلامي أقدر حققها من خلال إطار فني معين، والمسرح الغنائي طلع هيدا الضوء اللي بوجهي. أنا سألت هالسؤال لأنه أنا بعرف غسان الإنسان مش بس الفنان، سو الإنسان هو عم يفتش عن هالبعد التاني اليوم المية، وهيدا الحقيقة، لأنه بتعرف المسرح الغنائي فيه تضحيات كبيرة. صحيح. فيه تضحية. صحيح. بدك تحبه وتأمن فيه هذا المسرح، ولا ما فيك تضاين، بدك تقدم له كتير. يعني احنا بالفن سميه تجاري، هو تجاري بس اكيد له بعد فني كبير اكيد، بس مقابل المسرح ما بده هالتضحيات الكبيره والوقت. لا. والالتزام. مليون بالميه، مليون بالميه. مشان هيك المسرح، وانت قلت شغله كتير مهمه، المسرح بسموه بي الفنون. ليش؟ لانه مزبوط، بي الفنون لانه بيجمع النص والشعر والموسيقى والرقص والملابس والاخراج والاضاءه والديكور، انه بعد في اطار فني بساعتين بيجمع كل هودي كله مع بعض. ما في. صحيح. مع هيدا الانسجام مع كل هالفنون ومع كل هالناس المبدعين يقدموا لك عمل بهالشكل هيدا. مزبوط. كمان عم تشتغل مع مجموعه كبيره. صحيح. قديش في من جوا هلا غسان صليبه النجم الشاب الحلو واللي حقق هالنجاحات، وقديش في من سيف البحر والشخصيات التانية اللي هي كانت ادوار كتيره، الدافي بشخصيتك من هاتنين هلا بهاللحظة؟ شوف، سيف البحر على طول ساكنني، سيف البحر السائر. السائر هيدا موجود بداخلي كل يوم، يعني انا وانت وكل شاب لبناني، او خصوصي كل هلا، خصوصي بكل لحظة، وما عم بيتغير شيء على فكرة، ما بناخذ مواضيع. الانسان اللبناني عنده هيدا التمرد جواته، هيدا الشخص السائر على كل هل عايشينه، هل الصعوبات اللي عايشينها بكل الصعود، يعني هيدا شيء تاني. سيف البحر عايش معي اكيد كسائر وكشاب طموح انه يغير بلده ويحسنه، يكون عندنا وحده وطنيه، يكون عندنا انتماء. ان شاء الله يبقى بدخلنا، ان شاء الله يبقى بدخلنا هالاحساس هيدا. اصلا وكانه هالحديث بيترك فينا شوي من نوستالجيا الحنين، سو معلش خلينا نروح صوب الفرح اكثر. أكيد. صوب الاغاني اللي انت بتحبها ونحن بنحبها. انت حبيت كمان الى حد كبير تكرم هالكبار في هالحلقه هيدي. اكيد. ملحم بركات، زكي نصيف، وديع الصافي، وراح تغني لهم من الاغاني الرائعه لملحم بركات، سلم عليها يا هوا، بدنا نسمعها منك. يس.
سلم عليها يا هوى واحكي لها قلبي هوى. سلم عليها يا هوى واحكي لها قلبي هوى. كان الهوى يحكي معي بطل حاكين الهوى. سلم عليها سلم عليها سلم عليها يا هوى. سلم عليها يا هوى واحكي لها قلبي هوى. سلم عليها يا هوى واحكي لها قلبي هوى. كان الهوى يحكي معي بطل حاكين الهوى. سلم عليها عليها سلم عليها عليها. سلم عليها يا هوى سلم عليها وانحني برمش عينيها قعدتني. سلم عليها وانحني برمش عينيها قعدتني. لا تنكر الماضي الهني سلم عليها بلهجتي وغني لها من مهجتي. سلم عليها بلهجتي وغني لها من مهجتي. زينة حياتي وبهجتي بكتابها قلب انقرا. سلم عليها سلم عليها سلم عليها يا يا هوى. سلم عليها يا هوى يا هوى واحكي لها قلبي هوى. سلم عليها يا هوى واحكي لها قلبي هوى. كان الهوى يحكي معي بطل حاكين الهوى. سلم عليها سلم عليها سلم عليها الله
الله. شكرا غسان حبيبي، منتابع هالحلقة اللي كلها حياة وروح بعد هالفصل. نتابع حلقة الليلة من طرب مع ضيفنا المطرب غسان صليبة. غسان، رغم أرشيفك الكبير حبيت وأصريت أنه تقدم أغاني لكبار كمان. ومن بينهم وديع الصافي. يعني بدي أسألك، مش رح بدي أسألك محبتك الخاصة غير الرأي اللي هو معروف أنه وديع الصافي هو حالي خاصة وحيضل حالي خاصة، بس بالنسبة لك أنت شو بيمثل وديع الصافي؟ أنا فقت من أول ما بغني بحياتي، فقت إني بغني غنيت لوديع الصافي، لوديع وبستوديو الفن كل أغاني لوديع الصافي. ما بعرف شو بتسألني، كنت بفقت تحديدا كيف فئات بعتقد فقت وديع الصافي. إيه أوكي، يعني كل الأغاني لبناني قطعت سما دقباب البيت على السكات، كل الأغاني الصعبة، وأنا كنت بعدني يعني بالنسبة للموسيقى بحياتي مش ما كنت مغني، بس هو اختبار للقدرة الغنائية. ما في هو المدرسة، وديع الصافي مدرسة كل فنان بده يغني لبناني. صح، حتى المغنيين العرب بحبوا يغنوا لوديع الصافي. صحيح صحيح، في أكثر من عبد الحليم النجم المصري الكبير يلي هو كليا بيختلف كلون فني عن وديع الصافي، غنى لوديع الصافي. وديع الصافي حالي بعتقد يعني ما بتشبه حدا بقيمتها وبعظمتها بالنسبة للمدرسة اللبنانية. التقيت فيه ببريز، كنا عم نغني بنفس المكان مع الله يرحمه نهاد طرباي الفنان كمان. كان عيط لنا قبل ما يغني، بدي غسان ونهاد يسمعوني، نحن نبكي نحن عم نسمعه. بيسمع كل جملة، يعني بتوصل لشانزليزيه، كان عنده إياها كتير هيدي. بحب مين يسمعه ويقدر عم يسمعوه. خلصت بريز، جينا على لبنان، عم بسمعه بأحدى الحفلات عم يغني أرضي عم بتقاسي حاجتها حرام. هاي الغنية كتير حلوة، بس خلص قلت له أستاذ وديع بدي هالغنية أنا غنيها. قال لي تكرم عينك، خدنا الغنية سجلناها بالستوديو، ما بعرف شو صار احترق الشريط. شوف الحظ، رحت لعنده قلت له أستاذ وديع هيك ضايق كتير. قال لي طيب هيدا عودي انعمل خاص لإلي بمصر على اسمي، بدي أهديك إياه. وهديني عوده الخاص وبعده بالنسبة لي. شو هالكرم، شو هالنفسية، ايه من أسمن الهدايا. وكان في هيدي أنا أساسا وديع الصافي بحسه إنسان من عائلتي، بحس وديع الصافي شخص من العائلة. صحيح، عندنا هالشعور، عندنا هذا الشعور، يمكن أنت عندك إياه أكيد وأنا عندي إياه، كأنه بيحكي عنا كأنه صورة طيبة طيبة عنا نحن وعن هالبلد، يشبه طبيعتنا، مشتاقين له، مشتاقين له. صحيح. يا قمر الدار، اخترت يا قمر الدار لأنه اللي كتبه ولحنه ياسر رحباني، عظيم تاني كمان، عظيم كبير، مزبوط ياسر رحباني. للأسف الله يرحمه، الله يرحمه، خسرنا كتير، وكأنه بهداك القاطع صار في كتير من اللي منحبهم. ايه خسرناهم، ولكن هيدي الحياة. بس هيدا اللي بدي أقوله، أنه هيدا اللي بيخليك ترجع تقول بعده في شيء منهم من عبيرهم. ديش زرعولنا فن عظيم، هالحياة هالحياة هالموروث الفني أو حتى الحب اللي بيتركوه اللي منحبه. بالفعل. بنسمع يا قمر الدار منك. قمر الدار سلم على الحبايب، يا قمر الدار قلن للحبايب، قمر الدار سلم على الحبايب، يا قمر الدار قلن للحبايب، يبعتوا مكتوب طمن المحبوب ويطمن له قلبه اللي نايم. قمر الدار سلم على الحبايب، يا قمر الدار يطمن المحبوب ويطمن له قلبه. سهرونا وراحوا، راحوا من زمان، والقمر بدارنا ناطرنا وسهران. سهرونا وراحوا
حلوي بخسران تروي وشريطة حرير تطير دي شعر الناس يا قمر الدار سلم على الحبايب يا قمر الدار قولي الحبايب ابعتوا مكتوب طمن المحبوب ويطمن القريب الله. كبير كبير من لبنان آخر واللي هو رسم شخصية لبنان الحقيقية كمان بفنه وعدى تأثيره العام على الفن اللبناني كان له تأثير عليك وعلى مشوارك لأنه صار في تعاملات كتيرة اللي هو زكي نصيف. إيه صح, صح. زكي نصيف, بس نقول زكي نصيف مثل كأنه رحنا على عالم خاص ما بيشبه حدا. بالفعل زكي نصيف في البداية كانت بالسدو الفن, كانوا هو من كبار رجال الحكم بالكنيسة 74 وكان كتير مؤمن بصوتي. قال لهم غسان ما بيعرف موسيقى, بعده جاي خام من الضيعة ولكن الله عطيه موهبة الصوت. الصوت بينصقل بالعلم بالدراسة بالخبرة ولكن الموهبة موجودة. وهو كان أكتر الداعمين إلي وقال لي غسان بدك تدرس, أنا بالمعهد الموسيقي بالكونسرفاتوار بتمنى أنك تسجل. سجلت, كان هو أحد الأساتذة تبعي بتركيز الصوت وحدا كتير دقيق فنيا كتير كتير وطيب وإنساني وشو بدي خبرك عن زكي نصيف, شو بدي خبرك عن هذا الإنسان الملم بكل شيء بالطب بالأكل الصحي كمان يعني بتاريخ الموسيقى الفولكلور بكل شيء. كنا نقعد جلسات كتير, أنا كتير كتير استفدت من صداقتي معه ولحل عدد كتير من الأغنيات. هو شايف فيك صوت الحلو الأداء بس صوت لبناني على فكرة, في خامة لبنانية في خامة لبنانية وأنت يعني بتحددها مزبوط. نسمع أصوات وأنا بقول أحيان الصوت هو اللي بيحدد آخر شيء هوية الأغنية, يعني فيروز بتحدد أغنية هوية الأغنية اللبنانية وعبد الوهاب بحدد أو أم كلثوم هوية الأغنية المصرية فعليا عدا عن اللحن. بتشوف أنت هالموضوع هيدا على أكيد ايه؟ على أكيد يعني بنشوف في أصوات مثل أكيد وديع الصافي نصي شمس الدين وغيرهم صحيح ما فيك تحسوا إلا لبناني. زكي نصيف تحسهم ريحة الزعتر والطيون ايوة. ريحة الأرض ايوة. أول شتوي بتشم ريحة التراب بتحس هودي الناس مجبولين بهيدي الأرض. الله هودي ولاد هاي البيئة فنهم طلع من بين هودي الناس. صحيح وده اشتقنا لها الناس وده اشتقنا يا حبايب نمشي دروبنا سوا. ايه أكيد وده اشتقنا نسمعها منك أنت إن شاء الله تحليل. أكيد أكيد يلا. Thank you.
اشتقنا كتير يا حبايب نمشي دروبنا سوا مهما يصير يا حبايب رح نتلاقى سوا نتلاقى سوا يا حبايب مهما يطول هالنوى الله كبير يا حبايب رح نتلاقى سوا يا هلا يا هلا يا هلا طلوا طلوا نجوم نجوم عم بيهلوا بالحلا زادوا حلوا نجمة شات الهوى يا هلا نغمشات الهوى كتير يا حبايب نمشي دروبنا سوا مهما يصير يا حبايب تبقى قلوبنا سوا أو غبتوا كتير يا حبايب والله كبير يا حبايب رح نتلاقى سوا يا هلا يا هلا فرحنا فرحنا ورب طير بجوانحنا كان غيابكن جرحنا حل رجوعكن دوا يا هلا يا هلا يا هلا كان رجوعكن جرحنا وطل رجوعكن دوا يا حبايب نمشي دروبنا سوا مهما يصير يا حبايب تبقى قلوبنا سوا وغبتوا كتير يا حبايب مهما يا حبايب رح نتلاقى سوا وصلنا للقسم الأخير من طرب أكيد حققت الكتير وحققت الكتير بكذا اتجاه وبكذا مطرح شو بتحس بداخلك لأنه أنت فنان والفنان دائما يطمح في شيء أنه لازم أعمله طبيعي كمان بنقول نحن بظروف جدا صعبة بدون ما نفوت بالتفاصيل بنضل نهرب من التفاصيل ما بدنا نتعب الناس معنا بس الناس بتعرف إدي هالزمن كمان هيدا كمان حاول بدون ما نطول فعلا الأشخاص اللي هني عندهم فن عميق وحساسين وعندهم وعي وعندهم ثقافة إديش عندهم إلى حد ما غربة بالزمن هيدا بكل هالظروف شو بتحس غسان انه انت لازم تحقق شيء بعد وبعد عبالك تقدمه انا هلا اللي ساكنني واللي بي يعني بيوجعني كل يوم هو بلدي بدي احقق شيء للبنان وعملت كذا غنية بهالمنحة بس بعتقد انا هذا مش كافي انا حاسس في جواتي نار عم تغلي انا وانت وغيرنا هلا مثل ما قلت ما بدنا نحكي مأساتنا نحن صح بس خليها ما في ما في الواحد يهرب صح بس ما فينا نهرب بس انا سالتني وعم اقول لك انه انا اللي جواتي هو اعمل شيء لبلدي اعمل شيء يقدر يغير يقدر ولو بجزء بسيط مع غيري تهالكره تكبر ونقدر نعمل تغيير حقيقي طال في اراده التغيير ولا انه ايه هيدي هيدا اول شيء ثاني شيء على الصعيد الشخصي بشغلي يعني انه كلنا ناطرين انت هالأزمة أزمة كورونا اللي هي طالي العالم كله في عدة مشاريع وهلا على النار حابب اعمل شيء جديد على صعيد الأغنية الأغنية اللي فردنا انا المسرح بده غير مناخ وبده صحيح استقرار صحيح يمكن يمكن هلا الظرف تبعه شوي ظرف بعيد صحيح. هلا بقى هلا على صعيد الأغنية الإفرادية هيدا اللي هلا على النار ان شاء الله عم اتحضر له بتمنى لك غسان كل التوفيق شكرا على هالحلقه الحلوه اللي بتشبهك لك انا بشكرك لانه يمكن نحن بنشبه بعضنا بمكان ما شيء من جوا صح وهيدا بيشرفني انا اكون معك وانت بتعرف تقديرك عندي كتير كبير مثل ما موجود عند كتار من اللبنانيين اغلبيتهم كلهم صحيح وان شاء الله حيكون في شيء مشترك انا وياك وقريبا كمان يسعدني ويشرفني الله يخليك وكمان نحن بدنا نتشارك على المسرح يا ريت اكيد زين الساحه بحضورك ووجودك كمان يا
يسعدني ويشرف تقديرك عندي كتير كبير مثلك. أنا بشكرك لأنه يمكن هيدا اللي هلأ على النار إن شاء الله عم تحضر له. أتمنى لك غسان كل يمكن هلأ الظرف تبعه شوي بعيد صحيح. هلأ الأغنية اللي فردنا أنا المسرح بده غير مناخ وبده صحيح استقرار صحيح. يمكن هلأ الظرف تبعه شوي بعيد صحيح. هلأ بقى هلأ صعيد الأغنية الإفرادية هيدا اللي هلأ على النار إن شاء الله عم تحضر له. أتمنى لك غسان كل التوفيق. شكرا على هالحلقة الحلوة اللي بتشبهك لألك. أنا بشكرك لأنه يمكن نحن بنشبه بعضنا بمكان ما شيء من جوا صحيح. وهيدا بيشرفني أنا أكون معك وأنت بتعرف تقديرك عندي كتير كبير مثل ما موجود عند كتار من اللبنانيين أغلبيتهم كلهم صحيح. وإن شاء الله حيكون في شيء مشترك أنا وياك وقريبا كمان. يسعدني ويشرفني. الله يخليك. وكمان نحن بدنا نتشارك على المسرح. يا ريت أكيد زين الساحة بحضورك وجودك كمان. يا عكت في المي عم تبكي طواحين شبع أيامها حين طواحين عكت في المي عم تبكي طواحين شبع أيامها حين يا طير اللي طوى الصحراء طواحين سفر جنحو على فراق الغياب. الله الله قلبي بالله خبرهم يا هاي
زينوا الساحة والساحة لينا وليلة الساحة فينا مزينا. الفن الرائي عابر للوقت وبيصلح بأي زمن، لأنه هالفن بالذات هو اللي بيضيف للوقت لمسات فرح. حلقتنا انتهت، منشوفكن بحلقة جديدة من طرب. تحت الشباك ناطر وقلبي المشتاق ناطر، طب طول الحلو تحاكيلي ناطر ناطر ناطر. شفت شوي